مهرجان البتنجان، تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كام وصفة كده للبتنجان مش هتستغني عنهم أبدا. طعمهم في منتهى اللذاذة وسهلين جدا وأكيد أكيد اقتصاديين. وأقولك إزاي تعملي البتنجان وتحمريه من غير ما يشرب زيت ولا يغمق الزيت معاكي كمان. ما تيجوا بينا نشوف كده عملنا النهاردة إيه بالبتنجان. شايفين عملنا كده مسقعة مصرية خطيرة، ودي مسقعة بالبشاميل بكل تركاتها تحفة، وكمان طبق بتنجان متبل هتاكلي صوابعك وراه. ما تيجوا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. اولا بقى جبنا البطاطس. النهاردة انا جبت بطاطس الكمية اللي انت عايزاها، قشرتها وخرطتها دواير بس تكون مش تخينة قوي. وبعد ما خلصنا كل الكمية بالشكل ده ودي التقطيعة، تعالوا ندلها بقى رشة ملح بسيطة ونقلبها وننزلها في الزيت علشان نقليها. هنقلي البطاطس لغاية كده ما تاخد لون ذهبي حلو وتقرمش معانا. هايل كده، بعد ما البطاطس خلاص اتحمرت يلا نرفعها من الزيت نحطها في مصفى عشان تبقى جاهزة معانا ومصفية كل الزيت الزيادة. عايز اقولك البطاطس مع البتنجان بيبقى طعمهم رهيب جدا، لو لسه ما جربتيش الاتنين مع بعض فايتك كتير. هنجيب بقى البتنجان ونكون منقيينه كده، وزنه خفيف وبيلمع وطازه علشان ما يبقاش فيه بذور من جوه. هقشره طبعا واشيل كل القشره السوداء بتاعته وابتدي اقطعه، وهنا التقطيع عليها عامل كبير جدا انه ما يشربش زيت. هنقطعه شرايح طوليه بالشكل ده، دي اول حاجه مهمه جدا علشان البتنجان ما يشربش الزيت. تمام. تاني حاجه ان انا هرش عليه رشه ملح واسيبه في المصفى علشان يصفي السوائل والميه بتاعته، ودي تاني حاجه مهمه جدا برضو علشان ما يشربش الزيت معانا. يبقى خطوتين مهمين جدا، ادي الميه اللي نزلت منه بتخلص منها بنشف البتنجان، وتالت حاجه هنعملها ودي اللي مش هتخلي الزيت يغمق معاكي ومش هتخلي كمان البتنجان يسود ولا يشرب زيت. تعالوا بينا بقى نعفره تعفيره بسيطه كده بالدقيق، وفي زيت سخن هننزل البتنجان بتاعنا علشان يتحمر. اولا الطريقه دي بتخلي البتنجان يطلع معاكي مقرمش حتى لو هتاكليه محمر بس كده، كمان بيخلي الزيت زي ما هو ما بيقلش، بيخلي الزيت فاتح زي ما هو ما بيسودش. فخلي بالك بقى من الأسرار الثلاثة اللي قلناهم لأنهم هينفعوكي جدا في أي وصفة للبتنجان. هنا خلاص حمرنا البتنجان، ما تيجوا نحمر الفلفل كمان. غسلنا الفلفل وقطعناه، أنا بحب الفلفل اللي لونه فاتح وكبير ده لأنه بيبقى يعني حراق بس حاجة بسيطة خالص فيرضي جميع الأذواق. شايفين بعد ما خلصنا الزيت زي الفل زي ما هو. نجيب بقى بوك او طاسه كبيره نحط فيها معلقتين زيت ونحمر فيها بصلتين كبار، ونبتدي نشوحهم كويس جدا عشان نعمل اول وصفه معانا وهي طاجن المسقعه بالبشاميل هتاكلوا صوابعكم وراه. بعد ما شوحنا شويه البصل حطيت كمون فلفل وكزبره ناشفه، هبتدي اشوحهم كده مع البصل كويس، بهارات سبعه كمان، ونكمل تقليب. ولما البصل يدبل خالص احط معلقه صغيره من الثوم المفروم ونكمل تقليب. وهنا بقى هكون مجهزه ربع كيلو من اللحمه المفرومه، بس دايما انا بحب وانا بعصج اللحمه ازود شويه واشيل شويه منهم في الفريزر بينفعوا في وصفه تانية. ربع كيلو من اللحمه المفرومه هيغرق الطاجن وهيخليهولك زي الفل. حطيت رشه ملح، حطيت كمان كوبايه من عصير الطماطم، قلبت كويس قوي قوي واسيبهم يتسبكوا مع بعض شويه، وبكده خلاص تكون اللحمة المعصلجة جاهزة. حط لها كوباية مية سخنة ويلا بينا بقى. يلا بينا بقى نحضر لصوص البشاميل. حل على النار، أحط فيها 4 معالق صغيرين من السمنة، 4 معالق كبار من الدقيق، وقلبهم مع بعض كويس جدا. أهم حاجة الدقيق والسمنة يبقى ده قوامهم وإحنا بنقلبهم. هنشوحهم على النار شوية، وأكون مجهزة لتر من الحليب هبتدي أحطه تدريجيا وأنا بقلب بالشكل ده علشان يبقى قوام البشاميل معاكي كريمي جدا. تقدري بقى تحطي رشة من الملح، مرقة فورية، فلفل اسود، وقلبي كويس. ولو عندك قشطة تقدري تحطي منها معلقة هتفرق جدا في الطعم. بعد ما خلاص خلصنا والبشاميل غلي وبكبك كده وبقى تمام التمام كده بقى جاهز معانا. تعالي نجيب البايركس بقى ونرص يلا شرايح البتنجان، شرايح الفلفل المحمر، والبطاطس كمان. عايزه اقول لكم الحاجه مش شاربه زيت وطعمها خطير بجد وخفيفه جدا. هحط بقى اللحمه المعصجه اللي معاها صوص الطماطم واوزعها كويس، وبكده نكون عملنا طبقه هايله جدا. نحط كمان طبقه تاني من البتنجان والفلفل والبطاطس بالشكل ده، واخيرا بقى صوص البشاميل الخطير اللي احنا عملناه مع بعض نصبه عليها كده. واو تحفه. فرننا سخن
على درجة حرارة 220. يلا بينا على الرف الوسطاني. أنا اديت هنا معلقة لبن مع معلقة قشطة وزعتهم على الوش. يلا على الرف الوسطاني 220 درجة لغاية ما تتحمر من فوق وتطلع معاكي لونها خطير. تعالي بقى نشوف تاني وصفة، المسقعة المصرية بالخل والثوم، خطيرة. معلقتين زيت، معلقة كبيرة من الثوم، أشوحه لغاية ما يصفر، نص كوباية من الخل، خليهم يغلوا مع بعض كويس جدا، نزلي كوبايتين كبار من عصير الطماطم المركز وخليهم بقى يتسبكوا مع بعض كويس قوي، وتعالى نضيف لهم شوية البهارات بتاعتهم. هنحط ملح طبعا، هنحط كمون، وهنحط كمان كزبرة ناشفة، فلفل اسود، ويلا بينا بقى نسيبهم يتسبكوا مع بعض، وكمان هنضيف لهم رشة من السكر كده. تمام جدا، خليهم يتسبكوا كويس قوي وغطيهم علشان ما يبهدلوش البوتاجاز حواليكي. وفي التوقيت ده تعالي نرص يلا البتنجان بتاعنا رصة كده حلوة في بايركس، وكمان هنحط عليه شوية برضو من البطاطس المحمرة. البطاطس مع البتنجان بتبقى خطيرة. احط كمان من الفلفل زي ما انتم شايفين كده، وبعدين شرايح طماطم، واخيرا بقى التسبيكة الخطيرة اللي هنعملها. لو بتحبي الفلفل الحامي يلا حمري منه كام قرن كده وحطيهم على الوش. هنا خلاص الصلصة تسبكت، هضيف لها شوية مية ونزلها بقى كلها كده فوق الخلطة بتاعتنا الخطيرة دي. تعالوا نرص بقى قرون الفلفل وندخل بقى على الفرن على درجة حرارة 220 علشان تبتدي بقى ايه تسبك كلها مع بعض. في التوقيت ده تعالي نعمل بقى الخلطة بتاعت البتنجان المتبل. حطيت كزبرة وبصلاية وطماطمتين وفلفل حامي وملح وكمون وكزبرة، وطبعا معلقة من الثوم، ربع كوباية خل، ربع كوباية من عصير الليمون. تعالي نضرب ده كله في الكبة كويس جدا، وبقى عندك خلطة مش ممكن تجنن، لازم تجربوها. البصل مع الكزبرة الخضرة مديها طعم حلو قوي. هنرص برضو شرايح البطاطس، شرايح البتنجان، الفلفل بقى، وننزل بقى بالخلطة الخطيرة اللي احنا عملناها في الكبة دي فوق الكلام ده كله. عايز اقولك بتدي للبتنجان طعم وللبطاطس كمان. الطبق ده ينفع فاتح للشهية جدا جنب اي وصفة هتعمليها في الفطار والغدا، مش هيقولك لا، بصراحة وصفة تجنن. حطت بقى رشة بقدونس على الوش، وبألف هنا وشفة. يلا بينا نطلع بقى، وبصوا طاجن المسقعة بالبشاميل يفتح النفس، خطير. والبشاميل كده متماسك عليه، ويا سلام بقى لما تسيبيه يبرد وتطلعي منه قطعة قطعة، بجد تجنن. شايفين اللون اللي أخدته من معلقة القشطة واللبن؟ حلو قوي. وادي المسقعة المصرية اللي بالخل والثوم بعد ما اتسبكت كده مع بعض وأخدت لون حلو، ما شاء الله تجنن. والفلفل مشطشط فيها وطعمها حكاية. ادي الثلاث وصفات بتوعنا النهاردة، احكولي كده أنهي وصفة عجبتكم أكتر وهتكرروا أن كنتوا تعملوها. يلا هستناكم بقى في التعليقات تكتبولي انهي وصفة اللي عجبتكم قوي. هغرف كده معاكم من المسقعة، طبعا بتاكل بقى بالعيش، خطيرة. شايفين؟ واحكولي كمان بتحبوا المسقعة بالعيش ولا ممكن تاكلوها جنب رز؟ شايفين شكلها؟ بجد تفتح النفس. ودي طاجن المسقعة بالبشاميل اللي يشرفك في اي عزومة، بجد خطير ومتماسك زي ما انتم شايفين. بصوا القطعة بتطلع بقطعتها مع انها لسه طالعة من الفرن لسه سخنة، بس خطيرة. ميكس البتنجان مع البطاطس وصوص البشاميل واللحمة المعصجة، بجد وهمي. وطبعا الفلفل كده مدي سنة سبايسي فطعمه خطير. شايفين؟ تجنن. اما بقى البتنجان المتبل ده مش هحكيلكوا على جماله، عاملة كشري، عاملة عدس، عاملة اي حاجة محتاجة جنبيها حاجة تفتح النفس، مفيش احلى من الطبق ده. يلا هستناكم في التعليقات تقولولي انهي اكتر طبق عجبكم وهتجربوا انهي فيهم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.